الصراحة يعني شيء طبيعي الواحد مثلاً يكون تعبان، لأن دا ناخذ تدريب هواية بهاي الأيام الأخيرة ودا نتعب نبقى سهرانين للساعة 2. طبعاً فرحانين لأن دا ناخذ تدريبات وهاي الشغلات، يعني نفكر إنه منو راح يفوز، منو راح يكون مثلاً الملكة. طبعاً ما أزعل، راح يكون تجربة حلوة وجميلة إذا ما فزت، لأن إحنا دائماً ندخل في تجارب حتى إذا فزنا أو لا. بالنسبة لي أي فتاة يعني تستحق الفوز، أتمنى إنه هي تفوز. مستحيل يعني أزعل أو أضوج إذا أنا ما فزت. صراحة ما أعرف لأن ما أتابع أحد، بس ألتهي يعني بتدريب وأطلع على غرفتي أخذ استراحة، يعني ما عندنا وقت ننتبه إنه أكو هيك شيء، يعني كل واحد يعني شكل. أتمنى إذا الملكة أي وحدة فازت يعني تشتغل في صالح الفقراء وتساعد الناس، يعني تكون موجودة بين المجتمع، مو بس تفوز وبعدها يعني تختفي عن الأنظار. يعني أتمنى تقدم شيء للناس.